سيد عبد الخالق مسعود. طوني هنا عمار، تفضل كابتن. استثمر هذه الصوره بسؤال. اول شيء نبارك له يعني وصوله الى المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي، يستاهل الاسيوي يعتبر اللي هو شيء مبارك يعني للعراق والمنصب يعني العراقي طبعا. بس سمعنا الدعوه ماتك لحد هذه اللحظه، شخصيا ما اعرف وين وصلت والله بما يتعلق بالاجور حتى المشاهدين. لحد الان العقد لحد الان هي غير منتهيه، والمحامي لحد الان ما بينه وبينه تواصل حقيقي. مش عاجل، لازم انت ايست منها. انا مو ايست من عندها، انا اتكلم مع المحامي يعني شلون اقول كلام واضح. كان بعد ما راح اكلمك، هي الاوراق كلها يمك وانت تبقى تتابعها. قال انا اتابعها. مش عاجل، غير حق وانت في وقتها قلت هذا نوع من رد ال اي هو انا اللي عليه سويته. هو راد من عندي الاوراق، الاوراق كلها قدمتها انا حقيقه. زين بقت ناخذ الصوره الاخرى.